في إطار التحقيقات الاقتصادية ومكافحة جميع أشكال الغش، قامت مصالح المديرية الولائية للتجارة لولاية الشلف بعملية نوعية تمثلت في حجز كمية من الدجاج المستورد المجمد. الكمية هذه فاقت 2 طن وقدرت قيمتها المالية بحوالي 60 مليون سنتيم. هذه الكمية من الدجاج المجمد المستورد كان مخزن بطريقة غير شرعية لاستعمالها في أغراض أخرى نجهلها، ثم حجز هذه الكمية وتحويلها إلى مؤسسة فريغوميديت من أجل إجراء الحراسة القضائية وتخزينها، على أن يتم بعد ذلك عملية البيع الفوري بموجب قرار السيد الوالي. ستوجه مباشرة للبيع المباشر للمستهلك بسعرها المحدد من طرف السلطات العمومية.